والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. تفسيرا وكمل الأول يومان فآيات السديدانات وكمل الصورة على عمران وهي آيات كثرة تحيي آيات الكورس آيات الوحى للأوشالي صورت كلمة عينه إلهي من هذا كميت كمنا فطول سقود درى كتاب إن حكمة النبي منه حتى لا يردد كل إلى هذا الضوم إلا هلا مدى يكت تيوه ما قلت ولا يأمركم إنه إذن فرق وما أحاني بشر كي كتابك إيا حكمة النبي منه إلا سقود درى ولا يأمركم إلو إذن أمر أمأها لني أن تتخذوا إلى سميستان الملائكة ملائكتي يو النبيين نبيلي أربابا حبيال إلى سميستان إنه تائد الأمر أي أمأها أي أمركم أوضب إذن أمر يعني بالكفر مقالوه إذن أمر بعد إن أنتم مكة لهاتين كذي مسلم ولا مسلم مكة مواتن كذي ولا يلقون وحكاية صورة قلبه أهل سرع إلى صورة قلبه هو أهل إلى ردتك أضم إلا هنا أي وحكاية صورة قلبه هو أهل إلى إلى هذا الملائكة يعني وحكاية يعني كبيرة إلى النبي الربيع ملائكة إلى النبي الربيع كبيرة إلى إلى هذا الملائكة وحكاية لي ملائكة إلى النبي الربيع كبيرة وقال له مكة إله كله هو كان فنتين وأتوحيد هو بين فنتين كيف قالوا لك قلوا إلى العيد يوصوا قراء يوصوا قراء إذا ما هم فقالوا وقالوا وقت سلانوا لك كيف ماذا يكتب ملائكة ومعنى ساسوا ولا يأمركم إلو إذن فرأ أمس وما أهانني ولا يأمركم إلو إذن فرأ أما أهاني النبي يعني كاس كتابك إلى حكمة إلى النبي نور نسيني ولا يأمركم إلو إذن أمر أما أهانني وما أولها أمسر لكتب أن تتخذوا إلى السميستان الملائكة ملائكة إلى السميستان إلى الدين أمره والنبيين إلى النبي هذا أرضاب الربيان إلى السميستان سائل إلى الأمر ما أولها من أمسر لكتب معنا أي أمركم حيلا أي أمركم أمسر من الأمر يعني بالكفر قال يوم إلى الأمر بعد إذ وقت كذب أنتم إنكم مسلمون هم وقال سنتين مركز وقال سنتين كذب قال يوم صمرا وقال يا جارولا ميا من حق الله اللي بديرين كل يوم كان ما يا ليش هو حلو كذا علينا عيد كسطاء وإله وحيامه قولي وقولي هي نفسية مرك أحد ورسول أحد وشيخ أحد وولي أحد وقال له سسمع حال الله من نور على سبحانه وتعالى ملائكة إيه نبيين فمحل الله العالم وحال الله العالم يا هدي عبادة إله لو ديري الملك هي النبي لو ديري هي ذاتك حكمة لها هذا هو انت كسوى لها بفاجر ملاحية نبي نسيئي جيسي يعني قضاء نفسها نبي يدي ملائكة ما لليها ليد النفر ينا العبد ساسي معنا إذا هذا إله كريه وأسلامه معنا طيب وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء الرسول المصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه آيات ما واحد بل الإله سبحانه وتعالى أكد على النبي بل إن اسمنا يا وأين اسمين وإستاغيران السوقي لي هذا إستسوقا واذكر واحد أستنيه إذ وقت أخذ الله ألا أوقفي ألا أوقفي ميثاق النبيين النبي ذا فلن صدي من النبي ذا أحد قولي لأكي لما أبلا جاسمها واحد لما آتيتكم لما شيء آتيتكم أن إنسي ومن كتاب كتابة وحكمة هي حكمة ثم كذبنا جاءكم إليه ما الرسول رسول إليه ما رسول كاسو مصدق الرميلية لما معك منه لسيرم كنا وحال غريب بيستين رميلية لتؤمنوا
تؤمنن إلى رمين إسان أو رمين إسان تعصب الله كيف جرع به إسان ولا تنصرنه إلى ربه إسان أو ربه إسان. قال مركز ربي سبحانه وتعالى أقررتم مقيتين بل كان مقيتين ومقاتين وأخذتم مقاتين على ذلكم كينا دشيس بلن كادشيس مكو قادم اسري أنك بلن كي مكو قادم وأخذتم مقادم على ذلكم كينا دشيس اسري الرئيس إيجي بلن كي مكو قادم. قالوا أحد الأقرار نوانو كرمي قال ربي سبحانه وتعالى فاشهدوا اسكمار كامر مخاتك النقرة وأنا أنظر معكم نتسلم كينا من الشاهدين قوة مخاتيرا وكاملا نبيه بالله سبحانه وتعالى هو قطين بالله كل الأكي أحد جنوك الصورة إلى هاي يعني دار سلوه أكي أي إله النبي لك خالد بالله توليه قطين معي أحد بالله جاس أحد جاس مضرع ربوه يقول النبي ذا أمني هذه عن كتاب الحكمة النسيه وحال النسيه أو كتاب الحكمة كذبنا مكان النسيه كذب الرسول إليه مات مت كما صوت السلام معه وإليك إذن كذب به حدوه إليه مات رسول كاسا وحد هي ستين رماني كتاب في برد أدوه هي ستين رماني واسر رسول كاذب به عليه إلا الرسول كاذب إذن كذب به آب رمين إنسان وأوجي لنا إنسان مت دعوة يبلن لله نبي دوك الله سبحانه وتعالى مثلا نبي قابل كسيتشونا نبي يقول كسيتشونا رسول كان لغا سوق مدري ويس سوق قاري ما دام إس سوق قاري كي بري كم دمبوا إلو بعض كم دمبوا يقول الله إمانا يا كي بروي أذيي رمين ورمين بحي لو حدا حول البكوري ما دام إله البكوري ما دام سبحانه وتعالى واحد بولنا يا ما واحد يعني اسكفوا تشيغنا ما ووحل من هو الصلاة مكتب كيف روح على جبه الله على جبه كذل بئي كاذب إمام دونا إلى الرومين ينصب أدوله أكمل نفسه نبي الله نبه على جبه الله طيب صلص معنا نبي كسب النبي كذب بيه حبيب النبي كاذب إمامه سوق على وعلى وزم يسوق على صلص معنا على جبه إلى رسول كان روخة وصلوات ربي وسلام عليه وإذا قال الله إليه الأنبياء ذنب وحل يرغب نبي محمد صلى الله عليه وسلم فدون مولده بسوق على الرعيسة طيب ما هو بلان إله الرسول صلى الله عليه وسلم كقالوي بلان في مكة لقد قادينا ربنا تقول ما أقرأت ما قلتنا وأرنك إستقع عهد جيجي بلان فيك مفقاتنا ما كسواحي لدوان وقرني هو ما أقرأني ربنا تقول سبحانه وتعالى ما قلت الله عليه أنا أقول هو ما قلت يلا وكما أرنك إستقع معنا ساسوية مكة بلان براسو إله الرسول كقالوي أيام على الله وعيد جاء الشيء صاد فراد الضغط في سميلي آدم لغسة بالعلم إلهي محمد لغسة وقال رسول الله عليه وسلم رسوشه وإسلمينيس إلهي حدوخة من صلوات رب والسلام عليه متك فرنا كالضبية صوصة أراب ومضى أبو بشارين يأولي أمير الله عطا يبضبين دور صوصة أراب حدوه ماذا هنالي وقع كالضبنا وضع أراني يا إنتي النبي إقوه الرئيسي هم بشيغان حق إلهي كتبت وركتهم نبي نبي دليل يمت رسول رسول عارض يمت وهو صلى الله عليه وحي الظلمت إليه يقول صلى الله عليه وسلم على الله كقاري واذكر واحد رسال نبي وإذ وقتي أخذ الله ألا أوقفني ألا أوقاري من تابع النبيين النبي غب يعني أحد قولي لأكي أحد قولي لأكي الصلاة وقو الله قاري وهو أحد قولي لما شيدي بربكم سبحانه وتعالى آتيتكم أيضا السنة النبيون ومن كتاب كتابة إيوه حكمة 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 هو النبي نيو أبو أثان أبو أكرسان وضدك وكرسان لما شيء آتيتكم آينسية ومن كتاب إيوه حكمة ثم مكة كذب نجاءكم إليه ماذا رسول رسول إليه ماذا رسول كسو مصدق الرومين يلما معكم لما شيء معكم نترنكنا كي أغريه هاي ستين رومين يعني لتؤمنن رسول كذب كيمدنا رومين إسان رومين إسان ولا تنصرن له إلى أبي لنا إسان أبي لنا إسان إلى أبي لنا إسان فلن تصل إلى قال طيب أذكر بكاية سوى معنى وأيضا يعني أنا كيبنيون في نبري إيه أنا هو إنت الإسان للسيين للسيين إيه وكاء إيه البضل هاي ما يشعر في هجلين ومعنى هل كافي لأني نجلين
أديك أوميش سيد شوية ومغرع سنة هدو كافر من هذا من الصادق قصر من الفعل ومعنى ساسا لكني طيب سيد راجل بأن نبي جلوه حدث وصل عليه السلام إلوه حدين نبي من السيئان مروح سيد سوى قائل يعني ما وسعه إلا أن يتبع عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما وصل أولوه فإن نبي فعامه يعني أنبياء حديث إبراهيم يموسى يعيسى إليه نحن نقول سجاد هاي إلا بعنا بعنا بقصنا له هاي لو مد الزمان و يعني سيدهم ومد الغالب يعني مقدمه وأنا لا يلف الله يهدي في سجاد إلا الرمياء أودي ليا ما بعنا بنا سأسير طيب قال ذلك رب العزيز سبحانه وتعالى أقربت مكتين مكتين أرجع ما أبلغتين قالوا وأخذتم مكبر مكاتين على ذلك كينا بشيس وصول شيء السري أنا جا عهد ليلي يبلغ في جمهو قادم السري قال وليس قال بعد ولا ما تحمل علينا وفا إسران كما حملت على الذين مقبل وتصور السري وليس قال بعد هلا كما انت وحلوه ولا ماشم بلغ على يوضع عهد معايا لعهد وعليس عهد إلى خاصة ربي وعليس وأخذت مقادم على ذلك كينا بشيس السري عهد ليلي يبلغ في جمهو قادم قالوا إذا أقررنا ومقرني قال ربي سبحانه وتعالى فاشهدوا مخاتكم وقرر يعني اسكوا مخاتكم كل جنون مخاتكم وأنا أرغل معكم لتشيرين كينا من الشاهدين كوا مخاتيها وكمل هاي أنا أرغل مخاتيها كاي إلكا يا القادر بلن تاسين الوضع يسوع بلن تاقادين أنا أرغل كوا مخاتيها وكمل هاي صدر ربي سبحانه وتعالى فمن تولى إبي جسد من بعد ذلك كاتب أهدك إيا بلانتا وكذب روحي جيسدا فأولئك هو سهول يدع إيا ألفا سكورا هو إله إذا عدد غبعي بلانتا عدد وكري النبي هدو كاتب إما بإنا فهو النبي والبوع بلانتا روحي كذب جيسدا وأرنكا يعني كسو بيهوه فدمت إله إذا عدد سيجدك سحبا كبح وكاوي بعد فمن عدي تولى جيسد بعد ذلك كاتب فأولئك قوى سبوء يبعون بألفا سيقول قوى بحية أو تشدك سحر أهاء يحقك بحية أفغير دين الله يبغون وله أسلام من في السماوات والأرض طوعا وكهرا وإليه يرجعون أفغير دين الله دين إله من دين إله وما نهيه بن يبغون ذالمية والحال له إله أسلم أي سد به من عد في السماوات رياض قصوا والأرض يبغون رياض قصوا طوعا وقال شر أي سبب إليه أيها أغل وكرها قصب إليه وقصب أي سبب إليه وإليه حد سنة يرجعون لهم أهلي معنى يهود إلى النصارى إلى النصارى إلى أمضاها كلاسئة دين كلاسئة الإسلام لمضع جبرانيه وربنا سبحانه وتعالى أن الدين إله يوحى لهم بدونه أقضير دين الله يبغون دين الإسلام وإله تري يرنوه كان سماع دين أهله من ردني يرو الله سبحانه وتعالى السماوات يقولون كواحدة من كسر أي أول بركان سماء إسلام كسر بركان سماء السماوات يقولون كواحد شوه ربا مخلوقات أول بركان سماء الله سبحانه وتعالى كل يوم أول بركان سماء الله يسبح يلانه قارنه وحي أول بركان سماء يبقان أي أرضان شعب يرى أرضان عليه وقال في الله يجب ترى ويس ديبانه أيها حق وضع أرضان شعب كي يرد يسكب إليه وهو مين فصنع أما إيه إله إيه الشرع يسيب روحه قازين خب قال سلام تروا منا إيه الحد وركت يرى إيه إله السبيل سبحانه وتعالى كونه وقيت لبابا وقال له إيه إنت الله الماشوء حبيب مدح تاجين لكن حدنا إله وقوه قازين قصد بقوه قازين كبر عنه بمعنى وسي إله وقوه قازين وحي الإله أمر كيسا يقدر كيسا قدر سعلا وإن بسيح الكريم سواء مالك الدور اللوري ومالك الدور الدين وكدور الدور الفقير كبير وكدور الحرسين في دور بغرو دي يعني ملك ودي وكدور كقال يعني ساعة وصلنا ما دي بكرام مالك وهو قانسا وهو قانسين يدير إله المقادير في سعوه قانسين لكن ما أبنا شعب ولكن يدى ما يأوكر هل وقصبين قرن الإله لأوه جانسين لكن هو جانسان أن هو جانسين مين قدر كيسر وأوه جانسين شرع كيسر وأوه جانسين هو جانسان أن شرع كيسر وأوه جانسين هو موارد طوعا أهو أي حد هو رفتي من الإله سبحانه وتعالى اسمه معه طوعا أبراشو أي يبو أبرادات مكة أبراشو مخلوق وهي سيد ميلو هو جانسان هو جانسان
أما قصب هوجانك هودي سوى إسكدي ليه مخلوق قدر إله إسكدي إسكدي سبحانه وتعالى أو بجازين صلص معنا ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض وحال روح السماوات يبنوك قصب الإله إسكدي سيه معنى وحالين وحالين إله إسكدي من انتو بلانك إستاجدين كرعليك إله إمثالي وإمام معمولا وقدر كيسي أمام كيسي ومدر سعوك وقرشي يسي أقومت لكرميات كل إله قرشي يسي بيأكل الله صعب مدى حتى إله مكسر له إله مكسر ومكسر بلت آية هذا مقاديد إله مدر سعوك اسكمنا عليك ومدر صاصر معه مقاديد إله مدر ما تكره الزوء أيضا إله مخلوق ومن أيوه بجانسين من قصة أبوها بجانسين إيه من أبلاش أبوها بجانسين بهذا الدين في سبيل الله الزادين يمي واحد يأبو دين يعني إله الزادية روفة الله سبحانه وتعالى أدمره هو بجانسين دين في سبيل الله اليوم حتى لا تأتي وأدمره آخر الحديث الذي نعلم السلام أبوه الله من دوزار وآخر الذي نحكم دور الله سبحانه وتعالى أفغير دين الله مبينت إلى واحد رهين في يبغون الرادين يعني دينت إلى واحد دي رسوش اللوز وديما وقتلت اللوز وديشين تعالى إلى أن يميد عن رهين ميد رهين والحال له إلهي أي سودي بن هو الحال له ألي أسلم أيوه كان سمين سودي بن من عدة في السماوات الريال فقد أسلم إيه والأرض دولة وحمد أسلم طوعا ضائعين حال أيهم هو أرضو ومؤمنين في أرضنا شيء لأبوه كان سمين وكرها كارهين على أيهم كوك هنا يوم قصة السبب لي مقادير جاء الله كنت رسعته وأسبينه وقال على كامر كرام اسكمل دي كرام وإليه حاجة الله أيانا يرجعون الليهين عني حاجة سنة لني أنه حبيع الأبنية والغافتان السبب ما دوتك جانتا حكاوتي ذلك ولي ذلك ماشا قد ما إلها السبب ما هو كل ذلك قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل قلوا عدل غنبي آمنا وارهم إن بالله إله وارهم وما كنا وارهم إن أنزل الذي علينا دشمن من رسوله وما كنا وارهم إن أنزل الذي على إبراهيم إبراهيم دشمن من رسوله وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أنت صدرني دشمن من رسوله وإسماعيل إسماعيل دشمن من رسوله والنعمان وإسحاق هي إسحاق من رسوله ويعقوب يعقوب من رسوله والأسباط يوم أبكي النبي يعقوب كفر أسباط والله أما قبيلوه في غير بني إسرائيل النبي كيما كما هو سمر إن الأسباط وطلع رجل ستة ستة والله لك لانت أما تشريح مركة لامه غير بني إسرائيل النبي لحظة وإله كبض وطلع وطبع أسباط أسوبه إنت الله شيء ما يرسل النبي كربا مجد النبي يوسف آوه يعني واحد يا موسى هارون وزكريا وسليمان يعني واحد يعني نبي الله داوود أنبياء أطراف بدل غير بني إسرائيل رسوا صاروا بأسباب سودري محي لي قبائش يعني كفر عن تيمور إسرائيل نبي يعقوب أي كل جد معنا كما شوينا والأسباب وما كيما معنا واحد يعني وما كيما بمين وديل سي موسى مسلسي وعيسى هي عيسى سيقون يا الله والنبيون هي النبيون وهم لسي ونظر إنما رب حاجة ربي ذا ميسي لا نفضلق مكلا بحينين بين أحد من روح خهدي أو منهم نبيا كمي مكلا قادر من نبيا أو بينين هي ظنوك مكلا قادر وأنا ظنوه معه ونحن أن نقول له الله أصان المسلمون فوق يسر يا الله إسلاك أن يسوك بيبنيه وبيبنيه وبيبنيه ساسي معه وكا ما إسلام نمضى إله المشري وقت وحو يا الإله ما هو إله من نبي آيات الوحي الله تعيات المقصة مرنا في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الغاية آيات آيات بسهولة معنا وحاتنا بوحر الرمين الله وحيد الوسو دجي أو قرآن كا ملي إبراهيم صحفتي الوسو دجي إسماعيل يا إسحاق يا يعقوب نبي هذا وحي كتب الوسو دجي هي شرور هي أصباط والنبي دي زيبر إسرائيل كما شيء لا مهو بي قبائش ولا كما شيء أيها رويش الموسى دي كي أخطوه رمين موسى إلا عيسى كتبت لسيوان ورمين موسى طوريب بلسي عيسى الإنجيل بلسي نبي دي كلا الله مجع عابل نبي بلوت هي صالح هي شعيب هي نبي كلا الله مجع عابل بأول النبيون ذا سبري نبي دي كلا الله شيء ما وحوظنا وإيه إيه الحاجة إله اللي رسول دي بديه الله رمين نبي دي رسول خادم انت مهمت بيني من الكمين بحيث يهود ده صار كما كنتيو نبيدي بيقارن الدنيا انقارن الكمين نصار نصار في كل عضي وقارنه ويبيني انقارن الكمية
لو مصيبه مبدا نور الله قاسني لا يحرق نور قاسني سبحانه وتعالى كل عبد غني امرنا وهو ان بالله اله الا الله وما شيء من هو من انزل لدتي علينا بشر الله القران وما كينا وان هو من انزل لدتي على ابراهيم ابراهيم بشر سلوس دتي واسماعيل نبي اسماعيل واسحاق اسحاق بشر سلوس دتي ويعقوب نبي يعقوب والاسباط لا ريبي سيأتي سيبن اسرائيل ابو ابت السنيه ايجا نوشي نبوس دتي يعني نبي يجب على الله نفسه صلى وما كينا وان هو من اوتي الذي موسى موسى وعيسى عيسى والنبيون النبيين وان هم والنبيون وما أوتي وإن لسي وأن هم النبيون النبيين بدي مسي لرب حاجة رب ما لغسي أختبتها لا نفرق كرد إمان بين أحد كرده بين جماعة كرده وكرسال من ومنه رسوشة من كرد إمان أم إيمان كرسال من هنا ونحن أنغنى له الله أيام مسلمون وقانسنا يوم سلام وقانسنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر إسلام هو كافر ومن يبتغي هداية غير الإسلام إسلام كوحان هين دينا دين أهام جهة دين دين أهام روحي أهرارية فلن يقبل لك أهبال ما يمين بحديث وهو لسهنا في الآخرة آخرا حد من الخاسر هو خسار كبير إسلام كافر كتبت يرنو ورهمين رسوش يرنو ورهمين alla kelgi yallahu gansa shirki go laga tago shuruucda ilaahay soo dejiyo oo la raaco islaamka islaamka waxa arahay ninki diin ahaan u raadiyana laga yeeli maayo ilaahay kama yeeliyo subhanahu wa ta'ala maxay kale walaalay taa karnay laakiin diin aan la saahay oo qisitaan kala wadato oo mabaadi kala xambaarsan yaan islaamka diin ka dhiganaya laga yeeli maayo macna aakhirada kuwa khasaaraya ayuu ka mid yahay ومن يبتغي روح الرادية غير الإسلام إسلام كبير وحرهين دينا دين أهام الرادية سوى الدين كبير فلن يقبل الأقبل ما يمين حديث لك أقبل ما يمين إلهي خير ما سبحانه وتعالى وهو يسمون في الآخرة أقرب حيث من الخاسرين وقوة خسارة كبير يعني أدوك أنت تشوي الدلال كبيرة وقوان تهي بسرعة هدوك ومريس كتيرين يدوك أول كتشوي آخر مرة كنت لهم في إسلامي هي على الله الشقة واحد بلما وغيرتي إيه واحد بلما كافر أيها خير هاي الدين قمنا وهاي سلم ولا آخر حد كنت لي وانت كنت لي ماشي يوم واحد بقى يسلم ولا سواء صار عبا نال العديد فائدة كفليسي حديث فائدة كفليسي أجمي دراسة مال كاجينا في بسوق على سواء صاروا كاول ما سمع مكة جدك على هاي سلم صحيح هاي ولا مبسطوي معنا وكيله سبحانه وتعالى ويا اسلام ماذا يا معنى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق ماذا فسوا على جوه لنا ايات ان واحد يرسل دكتيب ولا يموت غير انصارنا وانتو اسلامي كذبنا قالوا هو اسلام ماذا كان نقول قالوا يقدر مني عبار فرقوا مقنع ايات ما تعدلون قدر عين اسلام ماذا يصنع غير يسيبوا فرين صفروا ويقلوا النبي على يقتلوا معناها اللي يقول الكيه طيب آيات كنا مرتي سوتكي من يستيقى هاي قالوا مرتي إسلام هو عذاب كده مرتي سيكالي بي انتي لما يقول كيف سيداه يهدي الله إلهي أهر لنا يعني قوما ضد سيداه إلهي أهر لنا هو سو كفروا قالوا لي بعد إيمانهم رمين توضى كذب بي قالوا لي وهو شهيدو قريب أن الرسول الرسول كحق الحق إنه يهي قراش لي قالوا لي مركي إيران هم رسول محمد يكبر وهو جاءه وقيم الكذب البينات آياته على عدى مركي قيمة كذب بي قالوا بيه قوة سبب الله وعن الله سبحانه وتعالى والله أعلم لا يهدي معنوا بيه القوم القوم كأظالمين أي ظالمين فإله مهنون أولئك قوة جزاؤهم أبا القوم أن عليهم دشر إني هيوي إني تهيوي لعنة الله إله العنة بسنة تهيوي أبا القوم ودشر إني العنة بله تهيوي والملائكة ولعنة الملائكة ملائكة اللعنة ضد شهداء نسوي والناس ولعنة الناس ضد اللعنة ضد من شهداء تهوى أجمعين ضد حال إبليس يضوا الله يريم معنا خالدين حال الكواريان فيها لعنة تحت يد الكواريان لا يخفف ولا يخفض ضيني عنهم حد ولا العذاب العذاب إلا يخفض ضيني ما يوم ومعنى وحويان وحير لغد الماي ولا مانع عينا أهل ينظرون هو النسج حقا يعني وقت يغلق الله يتشير النسج ما أهل إلا الذين قوي موي
تابو صار نقضي من بعد ذلك كاكد مركي جالوغين كدب كسو نقضي قال لمدي وكسو بكينا وأصلحوا هكاكشيه أيها الليين وحنيين فإن الله ألا غفور كي داريوه رحيم أو نحريس عليهم معناه الوحوي كروحة حدي جهلي أقوان درع المنسو فجري فجري إله سبحانه وتعالى نور يسؤلوا قالوا أو رب سبحانه وتعالى دوقفتهم صوحاً ونور فجري لكن روح المركي إيمان انتو ليمت والإسلامي مرئي الدين قاس كذب الإيمان يجسا إنو قالوا بو إسلام كثمه حصيم كنو حقي هين أعضاري آياتي على عدانة أيوه ماذا وحو البمركو فهل كذب هدو ناصر كاسي وحو إله سيبكو هنونه نحن نعلم معنا حيا ليمين وحو البو عدانه وصيح عدس المدي ده إله هنوكي سبحانه وتعالى مروا إله هنوكي سيه إيمان كيسيه ونعيه ما كان سويس كجمع غاري، ما حكى الرسولان ما تشرين وحول ما هو عداي، كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم؟ قوة صغيرة جابوها من سبحانه وتعالى. أنت بلندرك النعيات كاسي واحد أب بينهم، إن يقال لمرة كنت تسمع. إن سب قيس مسلم كان ناس، أو بشر إسلام كده حكوريس، أو دين إسلام هي مساجد سوى ولا تشردون ما أنت تضمون كنيسة كده حديمة. صباح الخير يا جماعة. كاسو خلت مهم إلا هنوليو إنو قال لما كبيريو ذا على إلهينا قلوه أيو كاسمو ذي باقاسي منك الله يحمل ساسمعنا بحايا لإنك كل أحكار البلشوين كقالوا عن دين إسلام ومغلقري وحباك مهم كاسم لكن كان وحو البعو قالي لكن نبيل درازي قالوا ذي أما مائه عصي درازي قالوا ذي أما الضمات ثلاثية مصالح ثلاثة درت قالوا ذي كاسي وحوي إلهي وتوكم ذيها إيه وهنونك سديد ما وصل وصل حيا ليسوه وغالي كذب وكتب صلى سبحانه رب وحر سبحانه وتعالى هو أبال قد وحوي إن دشوا ضعي أهاطو إلهي لعندس إن أهاطي إيا ملائكة لعندون إيا ذلك أرمان لعندون لعندون معنى وحوي أن حريست إلهي لقاته بيه نحريست إلهي لقاته بيه ولقاته يريه صلى سبحانه مركب ملائك إلهي بحضاري لعندي ملائكة رويها بارتي دفق أرقنا ويلعنا دير ويحباري كالسيب معنا ويحباري يسير أخوالي سيب سوى حمسر الله حمسر الله لعنا دا وليبا كسر بهم أي وقواري برب سبحانه وتعالى انت وأدوك تشغل وقواري آخرها بدوك تجنع عذاب كبير وقلب لقفض ضين ما يعذاب كالسنة لقفض ضين ما يوحى الغورة وحيار لقد من ماي معنى بمعنى بكبب بيس إن السيكر بيهم ويانا فضضان ما يعذاب كالسنة ولاه اللون السوق المائي ووحى لقورا انت لك لقوي وقت كامل هلا المصير الذي مائي والله لا يرمز لا يرك هذه أما ما هي انت العلاك أوسن قال انقوي مرحب بكس السعودية بل هو لا يرك هذه الذي مائي رب سبحانه وتعالى ويتكم سعلاك كاسل لقلني ومعنى وحو يانا محاليس مجرتم اللهم هو يصال نقضي يا رب سبحانه وتعالى هو يصال نقضي موياني أنك كذب يصال نقضي وإير إير بصال نقضي وحكاتي 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 توبت الشمس وحاوها مرك إلهي توبت كأعب بلا يوحى بلا يسعين هذا كأس لأن مرك أنت قال لماذا كنت بتعمل الدنبية كنت بتوح برما خريبي سأطوع وهي أعب خريبته وإن هذا كأس حوالها قالته وإن هذا كأس دركي أعب لا يسعي وإن هذا يعني ليكو لك قربح انت أعب حمطي وإن هذا محلا وحو يحمدي وهي أعب حمى ليس وهكذا إلا الذين تابوا وأصلحوا ساسي معنا انت توبت على وحاها ليس إلى ذلك هكا تشكر طويلة تسود يدوي معنا قوة إلهي سبحانه وتعالى وعود المداق يوانا أم حديثنا يوي معنا كيف سداب يهدي الله الله وهنون يا قوم الضب السيب وهنون بذكا سوكفروا قالوا لي بعد إيمانهم رمين قد كذبه قالوا محمد بن رمي النبي صلى الله عليه وسلم طيب مكاتب جيران إلى فرعا وهو شهدوا أي قرين كذب وبعد أن شهدوا مركة قرين كذب أن الرسول رسولك حق حق يا مركة قرين كذب قالوا لي وجاءهم وبعد ما جاءهم مركة قيم الكذب البينات آيدي على هذا مركة قيمة كذب أي قالوا لي هو نوعا في ذنب الله وهنون الله سبحانه وتعالى ساسمعنا والله أغنى لا يهدي مهرون يا القوم قومك الظالمين الظالمين تقوى الله الظالمين ظالمين إله مهرون سبحانه وتعالى وعلمنا أن ذلك نوع هذا ذلك أغاذي إن الدينك إلهي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أي حقا حجين كذية أدلة لذين أرحي كذبنا إلى الرعا ونقلوا قاتل جدا
مقامات كلا هي مبادئ كلا هي في الأرض تجسدي لقيك الله كوار ولا بيت لأن الدين كان الله يروس تجسدي يعني إلا الراعي ما هي إلا شرف إلا الراعي إلا هي تجسدي سبحانه وتعالى راعي فيها دين اللي كده وهو يسمعه ولا تاجيه ولا شعوبه إلا هي تجسدي سبحانه وتعالى أولئك قوة جزاؤهم أرى القول أن عليهم تشرطين التهوي لعنة الله لعنة إلهي تشرط التهوي والملائكة ملائكة العنة دور إلي بشرة ثانية والناس هي الدركة العنة دور أجمعين حالدين انت صدر العنة دور إلي بشرة كل عريض تسوي أمام الله خالدين حال الكواري فيها العنة بحيث الكواري لا يخفض إلا مفض ضيني عنه الحق على العذاب اللي قفض ضيني مايو ولا همون إن عفانيون ضرون كل سجل لو كريمين الحالين إلا الذين كل مويه تابوا طوبة كاري من بعد ذلك كفر قاري كاس أو قالون الأطماري قال لماذا كيف يكون صالح نبويا أو أصلحوا هكاكيوه أي حليين وفساديين فإن الله عليه غفور مدك بافي ورحيم الأول حديثة إن الذين كفروا بعد إيمان ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبة أولئك هم الضالون كوا سوى كوي إنت إن مولاين توبة الله وفشي مد كلاسة لا أقول قيبوبة كلاسة وما في قيبوبة كلاسة لا أقول عدد سوسع مكان قيبوحة ويا واقعي intay gaalowday iimaanka kadib say gaalnimadii ugu gaajireen iyo macaasidii iyo dunti markay naftu qabatay oo sakaraad ku qabtay baa wax yiraahdeen adan toobad keenay ilaahu yaani kan noqon lahayd shahar kuwa waa kuwa kuwana waxa weeyaan naftu waxayba ka dhacdayba iyagoo naftu toobad keenay markay naftu qabatay iyo intay noolayeen toobad keenay gaalnimadii ugu dhinteen labada qol ayaa laga hadlay macna qolada hore waa kuwa nolosha ku toobad keenay ilaahu lamaro qolay dambana qolada naftiintii haysay toobad keento waxba laga yeeri maayo lan qolana iyagoo toobad ba keenin bay ku dhinteen kuwaasina waxa way warkooda waa laga hadlay inna alladheena kafaru rabbil subhanahu wa ta'ala kafaru qalu li ba'da imanihim iimankooda kadib bay gaalowdeen summa marka kadibna izdaadu qorsaday oo siyaasaday kufran gaalowo siyaasaday lan tuqbala la aqbali ma ya tawbatun tawaddu la aqbali ma wa ulaika kuwasihum yaga ya afdal nuru kuwa munsan جيتي سحرا يا حق ذلك قوم وقوا قوا 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 إن الذين كفروا قالوا هو ما صور بنتي والحرب يبقى كفار أي قالين قالين كل التنوي فلن يقبل الأقبل ماي من أحدهم ميت كاميرا لا أقبل ماي من الأرض بلك مجي ذهبا أو ذهبا ولو افتدى حضو اسكفرت به سبب ودلك مدي وذهب هدوء سكفرته فليه المي أولئك قوة لهم أرسلنا لعذاب العذاب أرسلنا لأليم أخرجه وما لهم أرسلنا لمن نصرين قوه باليمن آيات وروحة تلكوا قالوا بي إيمانكو ذكتي بي قالوا بنا إسلام مريم يكتا قالوا أي يعني وحو يكتا قلن هو النوع عاسة مكة قالوا بينا كفر دي بسيسي يا سليم يعني ما وشي قال لماذا يتغن كي جاهلية يتغن مدح لحماء بكسي لحشري ما نبقى كفري كبه حقوك لأسي قال كفري قوم بقدم يعني وحو يعني دركات كيسي يمارم النبس ولاي سوى بسي سعيد وسعيد وسعيد بمعنى نفط قبط مركا النفط قبطيب التوبات كانوا هدى صالة قولة جاي لم تقبل توبتهم قوى توبته ذا اللي يجب معي فسمعنا وحي لم يتعي أيضا نوعاً بزورة النساء وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن توبة ملك كوى سيدة قارة أيهين مركة يريد قصة حاضر تحضر أن توبة كينا يا أرانيا كوى سيدة قيلين ما يو توبة ملك رب سبحانه وتعالى كوى سيدة توبة للمان أيضا سمعنا معنا طيب وإنت مركة أي سكرات مركة خطوة والنفط أي هلك الدمارون لكن انت معنى وحو يقول لي هاي عقل يسي تشوغو والنفط سلسي عقل هدو طوبت كان قاضي بروك قليل أساسي معنى فالحديث كان يقول الشيخ صلى الله عليه وسلم أوروني يعني طوبت ده اقتياد الله يروح كاملة مكة الروح النفط قوت مكة طوبت ما شفتين عن الباقي ده وكاك عليه كوة مكة طوبت ده حيلي قال لي إيه إما يو أساسي معنى وانا قوة نوصمه إلهي حقي سيجيبك سعر قوة كم كوا قالوا لي قال لي مرة كل انت ايه وقالا عقل تي كوا سي لقي لما يأخر وكي تغان كنونك مجي او دهب حليقا قاتو ملح فرشا حليقا قاتو هل اللي سيدا يو عذابت حليقا باشي هدو الى لقي لما وحك الصعو كلا رب غلي لما ساسي معنا إن الذين كفروا
لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. آيات سورة المعرفة آيات سورة المعرفة هو قالوا لي يعني هذه أيضا كأرمان واحد يشي سسارا هي إنت إن لأبو المضطرين حدين جن الهي سي أي سبو الفرطان معنى في قيامة وإلى هنا الملحف رشاها الله إيجاد قاتوها اللي فيه ليسي داي لقي يرمي رب سبحانه وتعالى على الفروب رب العالمين حيالي مالك ملحف رشاها اللي سبيل صمع يوم لا بيع فيه ولا كل توصمع مال النفل كمجبن مجد نفل أحلى قاتين مجد فالنفل أرى الحرمان سرسي معنا طيب مكة لقي يرمي حتى على طيب عرب ليش يا مكة اللي تشوف على الله حسن ملكا ممكن يدهب أتكشي جرام الدهب حتى مالك ما يزد لكن وحال لا يهدو حتى على هالله انت إليه وميلا انتو كيروها اللي ينفرطو عماحي قال السيدة يمعنت الله اللي يجد دائم لقي يهدنا سلسل معنا طيب حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك وورين البخاري مسلم ما يسلس عليه وحن نبي صلى الله عليه وسلم منك أهل الله كعبا ما انت قيوان روحا هو أرندونا رب ما وضع الله سبحانه وتعالى أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به فالكور المانت وشي يقولك جيشي سيالي أطمان هذه اللوصين لها ما يسكن فراوه المانت مركز أقول إليه نعم ها وأسكن الله مركز أقول رب كله سبحانه وتعالى قد أردت منك أهول من ذلك قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا بيت تشرك بي انت إن كف ضبا كاد ورب كله سبحانه وتعالى أبها آدم نبه في سأدو كتشرا باوحاً كبولاً بالله عدناها إلى وداسين من الشركة هكذا مركزان في دينا الشركة قشمها يوحك الواديد مركزان ها حرق ترمس ها رمسان وحنا قد يبني سمع وحنا المسلم ما يتكون فرطه حتى تغير لها إن الله قاموا وقاتلوا معك على كل وحي وعلم بالله إن الذين هو كفروا قالوا بعد إيمانهم إيمان كذا كده ثم كتبنا إزدادوا سياسلي كفراً قالوا ما سياسلي لن تقبل الله أقبل مايو توبتهم توبتهم الله أقبل مايو وأمرك سكرات كل ما دي وأولئك قواس هم يضالون قوى النصن اعتدك سحلك المصفار إن الذين قوى كفروا قالوا وهو ماتور انتي والحامهم يضفار أيدي عليهم فلن يقبل الله أقبل مايو من أحدهم متقام لك أقبل مايو من أول أرض ملك مجي ذهبا أو ذهبا لك أقبل مايو ولو افتدى هردو اسكفر تبيه إنسان لو ده بمعنى إنك معنى هردو اسكفر تلقيه المايو أو لك أقبل مايو وأولئك قواتنا لهم وحاوسنا لعذاب عذاب فأوسنا لأليم أوحن وشيح وما لهم أرسلنا لمن ناصرين وأهلي وأهلي لينا مهلي إلهي سبحانه وتعالى عذاب إذا كفرت ربنا الدنيا أرمان أدير المسلم لها أعلام كأين كافرة وحوقا يرى المعنى لهاين على فرمكين سأسمع وحي يرى القيمة لهاين على فرمكين سأسمعكم بالنغلة إيانا من هذه أبحي الله بريت وعقبو الصوفون لي نباتو بريتو أيانا أرمان هذه المبور نبات يعني وهو إصباق الله هاين وملحة كفرة لكن أين كل سرور ما أنت وقت جارس تستطيع وحوقا يرتي أن الملالك يوصل آخر هذا المسجد منه مستقبل كذا آخر كفكر سأسأل الدنيا معنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا مجالسا البر سوفلك مجالسا حتى تنفقوا إلى أرض حساب مما تحبون واحد تعيشون كذا إلى أرض حساب وما تنفقوا به أرض حساب أو من شيء شيء فإن الله الذي سجع عليهم في أبوي وأنا بك أبر برنا يا الله سبحانه وتعالى حتى دوني كان صلاة إلى الجنة بيرجوا ذلك صلاة أدوم باريا وإله سبحانه وتعالى باري هو إن أبن قطة هذا دونيس واحد تعيش لا تبيه واحد تعيش والله على الله كسي يوم تجا قالجا واحد آخر سنت إله كسي تعيش قارب كل جديد الأمر قارب كمل ذي مركز إنسان واحد جاري ساد رجدا إلى له يعني باري نمر إنسان كان لقى هلينا باري مجالس درجتنا باري مجالس درجتنا باري مجالس كما قال سيدنا معنا آيات المركي سودك تي أبو طلحة صحابي قال لك باوي قال النبي الله إلهي حالي وحي سودك آيات السودك أنا قال الله يقول لحا وش على هاي بير سيدة لنا بيروعا بيروعا هي آدو في مطرن السنداء ومسائل النبي صلى الله عليه وسلم كسر الشيدي هي آدو معانا وقربوا بالهاسس
نبي قال جل جل صلى الله عليه وسلم على يدين إذا كسر عبد جري مال استراتيجي مهم وتعلم ما كان سويت بالنبي الله انت حوليه بيرت ده فرمج عليك ما دام إلهي آيات أسود شيء بير سيدة بيروحا ما انت واصرقه إلهي جلت ما ربعي كيف كذا يصرى كذا يأتي كذا إلهي ما كسميه أما يشوف لكم النبي بك مرقات النبي محمد صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذاك يعني ما نضالح وحولتها إليك محمد صلى الله عليه وسلم وحولتها إليك وحولتكم من بلد قبط هذا الكاير إلى قرابة هذا يهل هذا أرسيسه بدل إيه رأيه قيبيه لما ذي يددكي إهل ذي ساهم وقيمي سيد النبي وكلة اللي سوات ربه صلى الله عليه وسلم ساسي معنا يعني وحو واحد الصباحية بودتك موقف مكا إحساس وكلا لدول يايو إلهي سبحانه وتعالى هداد أكدي سدنك سينا تكيقا لدول يسو وح قال يا أبر وح قال يا مكا إلهي أبر طوال يفتر أبش العشع مكا ساد إلهي أكدي ملك قاك لكن أنت وح أهل أبتها إيا وحا وحوين بقرأهم فؤل بريكي سنسو درجة أهل قاك بجد بذلك ولماذا قادم صارت لقد المعنى لن تنالوا مجالسا البر سمح مجالسا حتى تنفقوا إلى عبد الإنسان سمحلك مجالسا حتى تنفقوا إلى عبد الإنسان مما تحبون واحد عشر قاك إلى عبد الإنسان وما تنفقوا إلى عبد الإنسان أول شيء شيء حيّر رفو يا عبد الله شيء فإن الله الذي سجع عليهم في أكسوري هدوه بي هنا أذان في سوء جنسين المعنى مركب واحد حصر نقطة بخير ولا وأي دائم أدوى من المخلف نبي صلى الله عليه وسلم بخي اللي وعده كثر أن يمجر صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم كل الطعام كان إلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه كل الطعام عقود كله عنده كان وعده إلا الحلال بؤها لبني إسرائيل غير بني إسرائيل بحرمه إلا ما شيء مويه حرمه حرم إسرائيل يعقوب حرمه على نفسه نفسه سأوك حرمه مويه قوله الحلال بؤها قوض وقوض الحلاق وهريبا من إسرائيل من قبل أن تنزل أنت لسودك من أقوى رات طورنت لسودك طورنت لسودك من قوض أرنان يعطى أرنان غريبا من إسرائيل حلاق الله وحن يرى يعقوب نفسه كحرم المريض عطى ينتقل من حلاق الواحد قل وحاتنا لليم فأتوا لإمان أعكار بالتوراة التوراة كارا وفتموها أخريا صار يجي شيء يجينا كوت على يلك باقي ترى الله ما دخل إن كنت مهذا في صادقين أقوله شيء فما نستراه إذا أمرت على الله ألك في رؤي أمر الكذب بدان فهو أمرت من بعد ذلك كذب سامك والله عزانا كذب رؤي إله كم أمرت فأولئك هو سهم يجعي الظالمون كون ظلمي وإله سبحانه وتعالى يعني نفط ظلمي آياتني وحي لا رأي انطقوا الحلال بيوها جيبني إسرائيل إسرائيل عروتي سحلال بيوحي انتقوا بل وحي يراه انتين التوراد السود دقين انتين التوراد السود دقين انتقوا بالحلال وحي وحرقاء النبي يعقوب اسكحر ونفت اسكحر من مهي طيب الحلقة هنا دور معنى واسم تكلم لدور معنى وحو يعني لمن كان يهود الإله من الآيالين مرأة وحي كان مصارع إبرا ليس عليه يهودا واحد قبان ويمي يجري شرع إلهي سودة شيء لما يبدل كرم شرع سودة شيء لما يبدل كرم نبي موسى كتاب التوراة اللي هو سودة شيء سابع وقدم بينك الإنجيل وسابع محمد وقدم بينك وسابع بدل كرم إلهي سودة شيء ما كان حيث يدينهم إلى شرعين اسم السخار تاسا يكدوطين مدى سألقى لدوضة يامك واحد إليه نسخي هي شرع إلى هاي سودة شيء إن دب لجرب الدلائل وحيد كنت عليه كتاب من كتاب وحيدهم سودة إلا بدل كرم ومتك للجوب بدل كرم كتاب من كتاب وحايل حايل نبي عليه السلام مركي ينطيب دوفان كبعي وقوغا يرعى الضبع أي لص وحدان وحا كتاب وضا توراة كتاب نبي عليه السلام مركي وحا لأني وحا لأني من مولا ملكة شوي يعمتني ملكة شوي طبعا وحا لأني بك طيب نبي من عقد من نبي إبراهيم يعقوب بيت نبي يعقوب وإذا من إسرائيل مكة أي كفر عمال نبي يعقوب حلي جيسي إيضا نفسه يعني بلاك وحر عليه نبي يعقوب هو إسكح حرامي نفسك حرامي وحياره الدين حلالا ومع كمدة وحاس حديث وإسوغيزا نبي يعقوب إنه سحن صديق مركو حنو
سمين إله بلده الحكم بقى إله وحضر حروك نجع عاصده وحق انتظر عن عدوينك أودش على هاي إيه عدي تانر القوة أودش على هاي بان استحرمي إسكدهني أدي قد نعم أبودين كيف كجيل إيه عانها جيل أودش على إله هو عاصده من يعقوب ما إلا عاصده يلب كجيل إيه عانه جيل استحرم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وهلب كجيل إيه عانه توريث بأتها بسوكت توريث بي نبي موسى لبسوا دكيو نبي يعقوب كبضاً ضيسا أيا يدرى وحي كسوا دكتي هيلك جيلة إيا عالي سوين وحرام بيه نبي يعقوب يمكن كهو رسين حرام بيه صلو؟ صلوكم سوى دمي ولا بدلي معه؟ ولا بدلي أحكام رب الله التوريث بتاع لكي نسلوك لك نبي آدم عليه السلام ويل كيسي يجواجي سيسوك كورين شري حضر التوريث وي بدش حومك لو أنت موت أو ولا لا نبي يحب إسلام بسلم عليه حضرة صورة لكم كوالد بشوى جديد سمعت نبي إبراهيم عليه السلام حاس في سيسارة وإن لكم إسلام بسلم أدوان من هاجرة وأسفت الأدوان سيسين وحي طوريتنا وحي جديد حتى يعرفت إلى الأدوان طوريت بعد سخلي أبدا شيء حبيب مكة إنت صورة oo intay jiree oo ilaahay muddo ku soo dejiyay la bedelay oo tawreedii bedeshay arxaysan waxa ku jiraysan nabi ciise inuu bedelo tawreed bedelo oo ka bedelo waxa ku jiraysan nabi maxamed intuu ka dhalay imaado inuu tawreedii injiil bedelo ilaahay ka bedelay laakiin inuu la yimaado ka bedelo sidrahin aqma inna kitabati min wahr haram wa bihum ka harami ana dhiwa شاطور بريد الإسرائيل حرام بيوهي انت يسم توريد السورة جلي وحقو اسكحة بمن يعقوبوهي صلصوا معنا انو قالوا بسيس لولي توريد لنا بل توريد واسم ليش أطلق أخليه هم لنا من مثل عليسي سيدا تقطع صلصوا ماكي قالوا بسعول عفا ربنا أولا تتاني ومن مسألة وعدو داسو مسألة وعيد وحكاها النساء دي داري أي ديري تشيري المسلي وحكو داري تشيري ما مدعي كتاب كتاب الرسول صدر إن كدر المدعي بدراي مدعي هذا هو الجواب اللي قلت له وعاد لما تصير كذا من الليل ما هو واحد اللي قلت له يعني الله سبحانه وتعالى في الوقت اللي قلت له في سورة النساء هي يعني سورة اللي هي سورة الأنعام ولا مرة وعاد كذا قلت له من حرم صوت الإسرائيل وحالا يجع حرم من دون أي جنان بك يقول ويتساس كل بطيء أو بك ولي بطيء بعد قلت له في السيعة على حرم فبظلم من الذين هاتوا حررنا عليهم طيبات وحلت لهم وحيانين ونسروا حرام وحا بلغ حرمين ما حالا جاء حرمين ظلم أي قلال بلد بلغ حرمين وحاكمنا في سورة الأنعام بلوت الضمائح وحيانا لا نحرم وحاكمنا بلوت وعلى الذين هادوا حررنا عليهم كل ذي ظفر شيء والبقر عيدينه انتزال حرمين ومن البقر والغنم حررنا عليهم شعومهما بلوت ولا يحرم وهي عمل مرة كنت جميل أما معنى الله يحيط معه ما يرغب كنت يسيره يعني بروت على الحد ما قال الله واحد من ظلم أي جلب على الواحد قرآن كان الله عشان يقول سيدنا الواحد عنه والظلم أنت الله إن الله واحد منه وحيا واحد خلت الله حرام حي ما هو هنا يعني خلق أنت الله واحد عنه ما هو من النبي اللي نظهر من أمريه اللي نظهر منه بيقوله من حرام حي خلت الله يحيط حي بابا صوت بابا مركز الآيات اللي سوى بكتير من الليلة ورميها انتقوا من انتقوا من انت يسم توري سوى بكتير حلال بكتير من إسرائيل واحد لكن توري المكة سوى بكتير يجيب ردوه دي يجرد الربي من الكريوة بابا يقول لها حراشة الحرامي حراشة حرام لكن خلوا هذه بيكو بجاشة إنك أقوى صيدك إنك أمرت أقوى صيدك وخلق أقوى صيدك وحيامها لحلال بكتير كانت اللي قلت دي رجل وصور تجل لو لا تسير كان مرتبه وصح كل الطعام انطعم أما قوطا من كان وطعه حلا الحلال وها لبني إسرائيل خير من إسرائيل أي حلال وها هذا القوطة يسبك غير مثلا انطعم الحلال هي هي خير من إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة التوراة انت أن نسود تشمين هي حلال فصل معنا من قبل أن يكون تعمق استشيلا حلال بيهن انطعم غير من إسرائيل بيوهي من قبل أن تنزل أنت لسودة من التوراة 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 إلا ما حرمه الحراميين وليه إسرائيل إسرائيل وليه إسكى حرامي إسرائيل ويعقوب نبي يعقوب وليه الحراميين وليه على نفسي نبي سبو شرعوك حراميين وليه وذين كجيرة يعني نساء
حرامي فاسمعنا نظره حرامي هو طيب قل وحدنا نفأتوا وما يفأتوا لإمادة بالتوراة توراة إمادة وعجل اللي نسمع على سنة بيه بشير باشنا الشيك شيك وحرم عليهم بالنبي الرابع الإسرائيلي ونسوا الشيك بحاجة اللي عالها جيلة لما عدت بيه بكي سنة متهمته ها هذا الإسرائيل من النسخي وبغرار الحيوانة من النبي اللي ما تنسوا الشيك دانوا مريد كان عارض أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينسوا الشيك ومضى بيه لما سخوا لها لقاي وحوه كما حرم مكهيل في إله نوع من عالها جيل مجيل في سئلة سنة من طورات الطلع أصل كيف النبي عبد الله سجده ساسر عنه طيب من قبل أن تنزل الطورة قلوا حتى أن لم يفأتوا من ماذا في الطورة في طورة الإمادة وقدموها أخرية سأل دي الشيء اللي حديثني سواء قطع لا يطورة كيانا أو أخرية إن كنت مدى في صادقين أكبر شيء ساعة قطع فمن افترى روحي أبو طارق على الله ألف شيء سأل كذب دينك أبو طارق من بعد ذلك كاكد ساعة مكي وهو أعداد كذب منك ذال الله شك الشيء ووحن تجد الله كثر إياه فولا يتكوى تبون إلى العياء أفضل من أقوى ذي المهتمين قلوا حتى لنبيه صدق الله إله من بشيء سوكا وإله نسي ورم فاتبعوا الراعة ملة إبراهيم إبراهيم دين سبعة حنيف الحال إلى المتوصل وما كان مرعى من إبراهيم معه من المشركين قال لك من ذلك ما لما الله كبير الله هو المشركين معه طيب اللهم بشيء وساء وصى ورمي أحكام في وصى شريح له إلى ذو ورمي في الجميع من الدين من إبراهيم راعة دين من إبراهيم راعة قلوا حتى لما صدق الله الرب على شيء فاتبعوا الراعة ملة إبراهيم إبراهيم دين في الراعة ودين إبراهيم هيا هي انتوني كوهن الحلال صلى إنما يعقوب باكيري انت لن استحر علي لكن نبي إبراهيم دين في سواحي عهي تنحيج هي انتوه من الحلال فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا حاكم يهن ابن يحبي أو كان لا يحبي دينه ويهن ويدى ورسل الله وما كان مرعى هذا من المشركين مرعى هذا كوى مشركين تعالى كبير ما يمني إبراهيم عليه السلام إلا أول بيت وضع للناس إلا الذي ببكة مباركا للناس مبارك وهدى للعالمين الكوحة لا يبقى ذلك سومين أولا من نصارى أنه مجد السنة يمني إبراهيم يبقى له واحد أنه مجد السنة حجة ماشى وحد ليه وعلى ليه حدوه إذن كتب السنة بيتي او بسيء او كعربة ما روتش ميستا روتش ستا ومجدت السنة بيتي او بسيء او مليار او دل اي حكشم شرين لما هذي احد سلمة فالله كان فكرة دي ان اول بيتي بيت كان ابوه الرأي ووضع لدتي للناس دبك الوضتي للذي كيوى يتبكة مكة قصرة بكة ومعيدة مكة مكملة ببكة مكة قصرة مباركة الحال إلى ملة بركية وخير إنسان بني وهدى الفنون الحال إلى العالمين أوقى من عارضه يهما فيه بيت لده سواها آيات الأصطار بينات وعرب مقام إبراهيم إبراهيم ماشي بسكت تاني بعد ماشي نقطة لي أي أحاضي ومن دخله عدي دلائي بيت كافوه دلائي كان إنه أهانا كان وضو أهانا آمنا من آمن المغرب ولله إله لو حاوسنا لعرمنا في ذلك بشوى لو حاوسنا حج البيت بيتين القسمان إن البيت حجية من عد بوشي سكولي مدرق وضم بضيع من عد بوشي أو الروح بوشي سكولي يا الله سبحانه وتعالى استضاع أول إليه بيت حج فسبيل تيد أول عد تيد أهانا كرم معه ومن كفر عد يبدالوه وبدحتك فإن الله على الغني ومك كما روي عن العالمين أول قضوا بلا كما بسنة كما في حتى مخلوق ونفس الله سبحانه وتعالى أبعنا ومعنا طيب بين إيوه الغني أذنك وأبس عبادة الله إلى الله في الصوت وأها وبيك قيا لما كفيا له باك عمر صلى الله عليه وسلم يا مفيد وحاجة نبي الله إبراهيم عليه السلام وكان صامت بسورة البقرة يقصر منه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل من لا يرغب بين سلم ومهر إنه مثلاً ما بكتشته لكن إنت النص عبو قصر أروري إبراهيم بعد سنة فاسم عنه طيب بين إنبوه بين الله بسكاس واحد ما كوكو يلا وفرك إنسان وخير كيسا طبعا مبارك وحا اللوين يعني فرك إنسا طبعا حد الله سوى عبادة اللي قدنا يا إيوه كبر أنت كبر كبر أنت ميراك اللي قدنا نو قدنا ساسم عنه إذا لا فرن والسبود بالنفع بيت الله لقيا
أعمال واوي وأعماش آخر كمنا ماشا الوقتا يعني وحويا وبيت بركيسر وخيسس بريه مباركا حنوني ويانا أون قضم بحنوني لليل رسولك لكم غير أمام كل ذو بيت ويحكي بيت ويحكي موسى يا عيسى يا إنتي كم رسولة كعب الله يا مكوي ما دينا ويحكي بسمع ما تقول قدام بالوبرك في الله سبحانه وتعالى وبرك يهامه وغيره بيت واحد قصر الأسكام على عبا قصر إنه بيت يدور يبوك على جانب ساعة حديث ما قوة تحيئة ومعنى عيات كنتو سيسرنا وشينا يمين من الكسر صلى الله عليه وسلم الحديث دا يدور رسوله على جيب رسول الله أي مسجد الوضع وضع أول مسائلتك يبوك برية ملكا لديهم إلا جاب السايكامة سايكامة يبوك وفاد الغدس نبي محمد صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام مسجد في رمضان الموري وكان مكان وحايد ثم اي منكر اليه ونبي صلى الله عليه وسلم المسجد الاقصى مسجد قباء جابر من المقدس مسجد يا لو مسجد تفكري وحايد يقول كم بين هو يا رسول الله انت ابن حيث السنه افضل سنه ابن حيث ابن ابو صلاه ربي صلى الله عليه وسلم مكه ابو بيت المقدس ما صار بيت المقدس هي مكان اسمه روحه ابن حيث افضل سنه ابن حيث سأزرد منك يدي واحد من سليمان بعد بيت المقدس مساجد في صعود اللعبين وخزاني سعما تاريخ بن نبي إبراهيم هي أبا حيث نبي سليمان وتاريخ أبدا كل سنة يكبر من بحث سأزرد المقدس من بيت المقدس سليمان مقدس واحد من المليء عقوب بعد السيء وقت يدي ملي آدم بالله سعره على نبينا صلى الله عليه وسلم سأصل معنا طيب ما كنت يدوه ليوقع وكامة بيانه وحاكا ابن ساعة اصطامع العرب والنبي ابراهيم انه ابن السيد كتسيا ايه اتحال محاكا من اصطامع مقام ابراهيم بطيئ ابراهيم ميش وعكت ساري اسكتاهي واصطامعي لنكتو في ولئة اتحالا ومشق يلي تاسمع فانا بصروا وقلوا يالفروا يكسروا حضرا مع ذلك النبي ابراهيم مرتبه بيت كنيسي او بيت او ديراني مليه او كيس تاني نكتسي او تبتري او كتالا راكتسي او كيالا ايه 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 شفال كونس يبتا سوكو او سوكري سو ايه عمى اسكان عدو هسو معنى وشير عزول ايه وليه وهو يلوت وحا يقود شمسة هاي بلحة الى انقو انقو دي فيها تبجي بيالا باعجيب وبلحة عدو وبلحة سيدي خيس انا من قيره في العمر موضوع عجل صاري وخيسه سيدا سؤال من تبو سورته لك مقام إبراهيم بيت كل جنسان هذا كورب إبليس وشهده نبي ابن الحليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي أكسر بركين وماشا هذا أولي الله شهده سيدا سبواطا يا إلا العبرين بيت كل يلعى الله برعوك لدركات وماشا كان معنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مك أسلام تأفقتا أسلام كروحة كاملة روحي قلائي آمين بن هلي حتى الإسلام تكون جميل جميل منك صادق لك عبادة على بيت صادق عين لما تعلمتش منك آبيه دين أولانك دين أولي سبعي بوحقوا أرضي وحرف بكشة ما تعلمه ونسوا بي حرف ولا بكحبة لكن حرف دين بكحبة ما يتعلمتش وقال عضو مكر إسلام تنظر يمينة فرما نوت فيها دين أولا اللي وصل السبع بحقة حيوانات في يوضان كل مرات عندهم جيلة هي اللي مدى عندهم عيوان هي اللي مدى عندهم عوز هي اللي مدى عندهم بدأ المدى عندهم شرع الوطيع كسسوا ملك آمين ويان ومنكي قال أي وقوة من بلها ومعنى بلد آمين ويان فاتلوا على مرة انت ملك اللي شريبا رب سبحانه وتعالى وقف شريب قلوا بلك الدشي سكولة يهئين يديك واحد شيئا ولله على الناس حج البيت آيات السيدة علمانه أبنوه وحي وآيات الحج كالواجه آيات الواردين الحج والعمر جنبقى تصورني معها آيات الحج كالواجه آيات الحج كالواجه سواجد روح ولله على الناس حج البيت بيت إلى يوقف فدان بإله عز وجل قلي وكل من يقول يا ماء عندي تلك أوالك تبس قلي من استطاع إليه سبيلا كابش سقلي كيف يا ماء كيف يا شيك وحويان حديث بقوص عرب تغرى الإنسان يعني هو الراحلة يسي معنى وحويان يسير يعني الراحلة يزال لكن الحديث هل حديث كما أصدق حديث يروح بسؤال أيضا من طيب هذا لما عدالك هل ما يضع تحكمت طيب تصير كمالك إسلام عرق يكرانك وإنما
واحد من اللبطة أدين واحد واحد ويانا تيك وإنه آمين تيك عمار إسمه آمين أمي قلت في حليه سوء أمان ودنيه خرج شيء وكنت لها كل سوى المقال لها أنتم ماشي سوى استعمال العوانا أسد حزيبتي في عروقي سأنتم مقايا واحد في الدلاو هاي العوانا أسد أنا وين سويت عسلة من شيء في عظمات قوة وطين ترى أنا إيش كلا سووا كي شغل يعظم على واحد حدا يسمى كذي كلمة شروطنا عسوا كلا تعب اسمع عبد يا خفرم حدوه كان كرامة إله يقول سبحانه وتعالى حدش ما يقول يقول قبول في جانوره أو ماش كلا سجع أبدا أنا تري سووا جانورنا إله وكما رأي وكما أطلع ربنا سبحانه وتعالى وهم مفر ما يسني حدش السطور حدش ما كسلت يا رب واجري سمعتني هل محمد العلمي عمري جي صبوحة هل مربوك واجمي سلا حديث الذي جينا بسرعة بسرعة ورد وسلام عليك ساسي معنا طيب إلا أول بيت من بيت يكرموه غير أو وضع لذلك لما تذكر الله ذكي للذي جيوني ببركة مكب السبل مثل ما يرد مكبوية له مباركة حال الله إلا بركية خير مثل بني وبدا بهمان حال الله للعالمين أعوام كعظم معنا وحوية يعني هارون حال الله للعالمين أعوام وقام بقوها رومية نحن قام بقوها رومية فيه ده سواء هذه آيات التامر بالله وعن عبد آيات الإنساء مقام إبراهيم إبراهيم ليش يسكت عليه وعكت الثاري أي هذه الإنساء معنى التامر بالله مقام إبراهيم إبراهيم ليش يستعلي مكان يستعلي سيبع هذه ومن دخل الروح جلال هدى كروح جلال كان هو أمانا يا آمينا كو آمين مقولي آمن بمقر يا ولدك يا ولله إله الرسل لا تي على ما تدرك بشي سواء الرسل لا تجر بيت بيت حجم جسا من عد في سواء الرسل ولا جبت لي من هو ربك ونبت لي حضران قاعد الله يتوري وحالي من عد في سواء الله أرسل لا تي بيت إنه حجم استضاع أول إليه بيت حجم جسا سيئنا جسي جهان شيك الله مر يروح كيفر هذا يوك تلكه ديار هذو كتير بابو هذو كتير وهي شروطا كراهية دوائية ساسمع كراهية هذو لا يهاي أم تجبر هل تسمع مغري وما الكفر خروج الكفر له ديني فإن الله على غني منك كفر منك دكتور عن العالمين أم كونم بكدرتهم ما هذه حد شيء كلمة أم كونم خطي قال ليش كفران إلى سبحانه وتعالى ما دي بجاري وهم مغري غني عن العالمين إلهي وبيك أبطاء سبحانه وتعالى فاسلم عنه طيب وحكث العمر المخطفة من الله عنه إنه يعني يدبك أيضو أول قده وكري كرائل السلاحة شيئا حدث إلهي آمتين دبك سئل اليهود لمنكم بلتان إلهي المصارى لمن الكريسكا لمنكم بلتان وأسلم عنه فاسلم عنه وحاضر في الدنيا إلى ذلك إنتان قرم أيها وصوفه ممك الصغر حوالي أم بيت إله السواحة الشيء وحيني الجزية بشكل كل شيء الجزية كان جزية على يقال جزية على يقال محايا للمسلمين ما أهم مسلمين ما أهم مسلمين نعم حيث يقبل تلك شراد الإسلام بترد خدمه وعليه المرأة مفضل يوم ارتباط دلقوا وارضاب ترين والسود عن كتري لكن ما أنتهوا الحلقة الأولى وكل دولم أيضا بلقصة كل دولم بلو بخير قال الله الدعية يا رب الله بارك أغنية يدك تجار وحرها هستي إلى بيت إله سوس يا سار إنما ولوك الله وحرها حج كودي الحرماء إلى أقرب بيهوا حرماء وشباب كذين تبع بيهم كودي إلا يبنى كبرتين كهذا الهيان كوا إله كافا وحرقوا ساسمع شرط كبوها يام بعد كبر الخير كبوها يام ساسمع ما كدين إلى هلا تنظروا هلا سوحة شيء ممكن كاري كرو سوحة أو أيوبا هو إذا يتبوه ما نبيه بدرشية من النبي صلى الله عليه وسلم حج وبين إلى سبيتان كيف كنت كده وحو إلى أن يتجرل إلى أنت سلمان بإذا إيمان كتا إذا ربا إيمان كرا حوالها بعضيه كرا وحو إلى كنت لك إلى أنت سلمان إلى أنت كانت تتبخصو ساسمع قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله أهل الكتاب في الضوء دوليو على الجليل لنبوذي وحل لكل واحد هذا مدين يا أهل الكتاب الكتاب في ذلك سيوم لما محيبا تكفرون وقبع لون إنسان بآيات الله أيده إلى محمد قالوا أيده إلى محمد كفر نسا والحال الله أن شديد يهنب مرجع على ما تعمل الوحد طويل إنسان سبا مرتك قل وحاكنا يا أهل الكتاب الكتاب في ذلك سيوم لما محيبا تسدون وتشيرين إنسان
دك محل شديد إنسان عن سبيل الله يجيب كذا محل شديد إله يجيب سبب كل الرعاة محل جديد من عيد محل من عيد محل جديد لما محيبة سد ولا وبيع من إنسان أما أبوه مشتاق إنسان أما وبيع شديد إنسان عن سبيل الله يجيب كإله من عيد محل شديد أما أبوه بيل دك همين لإله أبوه يجيب كذا محل جديد تبغون ما حارات أمرا من إنسان جدك يوجد الله عز وجل إنسان حال أجدك أمرا من إنسان إنه قوى أصاب وصل أجدك الرفاء والله والحال وأنتم يجدك أشو أداء كمرخاتية إن معنى وقع الله أرنك إساق أجدك أرقى ومعنى كامل جدك أصاب وما الله أعلم ماذا نبي غاتل المدوك أما تعالى الله عز وجل إنسان ولا الكتاب ومحال أيضا إلى الوقوف الإنسان أيدي الثورات كتشري وليه محمد شيء من حال الوقوف الإنسان لأن هذه آيات المقصود التي سبحانه وتعالى قال الكتاب الله سبحانه وتعالى وحى أصلين سوى رسعنا الكتاب محاس برك المؤمنين إيمانك قابلني إذن إسلام فشلون بلني هذا هو الاستاذ إسان إذن كنت شبك الله إلا فاهمني شبك الله إلا فاهمني على قولة يعني وحي الرمان كالله أصلين يبو وقال بيشبك أي حيانا وقال الله أصلين إن أي معنى وحي الرمان أي شبك إله الإسوة قال الله أبو حجر السؤال تنكيش كي إلى شرك فوق العيام مثلا رائسان كي مليلة إياك أنا صورها على عدد من سوق العيام مثلا شرك قال العند اللي نبني وصاه يمني إنجيل كأوروب وأنا كانت إنسانية فصورنا مخاطية حتى يميرك الله سبحانه وتعالى وقع طويلة من مبين وإن يصعد وقت ما لم يسل إلى إلهي كتر كلمة معها إلا يجبوك يعني إلهي وإنهم تلقاونا يعني تلقاك لهم بكلوش حيني يقول الله الكتر قال حيني من بلد المسلمين لكن اللي يجب منه وقال إساء وقالوا معنا قلوا حقنا بيا أهل الكتاب كتاب فدت فيه لنا محيبا تكفرون أو كفرين إذا دعيات لها إله إلا معلوك بالنسا والحال الله أن شهيد ومرجنها على ما تعمل لوحة طويلة سنة سنة مخاتك ولله إبلاه إبلاك وإله إبلاك قلوا حقنا بيا أهل الكتاب كتاب فدت فيه لنا محيبا تسدون أو تشيرين إنسان أما أوه رفتاني إنسان عن سبيل الله كيف إله محمد أوه رفتاني إنسان من عدة أمان الرميسي عدة الرميسي الرميسي أما الرميسي ومسا صالحا أما عدة إلى الرميسي الدولة إذا محمد والتاليس تبغونها حال تبكي لذاري إنسان يوجه القلع تبكي إلو قلع على لذو إنسان ومن يشعر إليكم مرتين إذا لمر قلع إن إلا إذا لمر أبطا وأنتم إذنكم شهداء كمركة مخاطيك يعني هو أن يتشبك أن يتصنعك وما الله أعلم ما هذا بغافل المدن أما تعمل الله حتى من إذن الله منه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب لنبلوكم بعد إيمانكم كافرين مثل لو رشا ينوزع يحمان صورا بدين بإلى من السنة قلنا إلى إله إلا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين هو آمنوا بمين إن تطيعوا هذا يشاء فريقا كرام ومن الذين كونوا كمل أوتوا لسي الكتاب كتاب لسي ويردوكم وليد العليل يعني بعد إيمانكم إن إيمانكم نكذب بيد العليل يعني كافرين إليكم قال وكم تفسيرها تكفر الله قال نساء والحال أنتم إليك تطلع لأخرين عليكم دشينا آيات الله آيات إله لك وأخرين ووفيكم له بإيمان من رسول ورسول كيسي وشوف ومن يعتصم عدي قصة بالله إله روح قصة فقد بدي والله هولي إلى صراط تبع جيدا مهلوك مستقيم الأوتصال بل كإيمانك لهم قوة هذا فراعنا وعبد إعلاق أهل الكتاب هذا من يشار معنا وحي زمان هذا من يشار وديه كعب القالة ثانا وديه كعب القالة ثانا كل حي من قصة مينية وحي من قصة مينية إيمان كلمة إذن كسارة يا رب قال لهم إذن سارة سورة البقرة وتنقص أمر لك ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم وحي من تشعري بنا وحي أركان قد تشعري إلى إيمانك إذن كسارة يا رب عمنا وسارة حاسد من الضرب قال لهم قال لهم أنا أقص ما تبدوني حتى تبقى الله عاس ينبلك المغني إذن يهين أيجا فعلان أي خيك إله في أبناء كوا هنين حداد يشام فعلان وحد كتل قلت أولي بجالسية إيمان في أي انكسارة وقت الليابة ولي عنانا والليابة سيبا روك سلسا اليهود أما النصارى أبو راعسا إذن كوا بدا في الله لأنكبر أخير أو رسولك إله من بالحشو
والرسول إله إذا نفسه كتاب إله والله هو أخذنا يا حتى لا يذوب من راعنا على النصارى من راعنا سوكاكم بلدينا وحن فقالت رمى كتاب إله إذا لا يذوب أخذنا يا ويا لا وكنا بأخذنا رسول إله إذا نفسه وإنت المولانا وقت مرحب من سير كذب من نمشي فيها حديث زيادة يا صح؟ السلام كتاب إله ومحمد سنة ويا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قصيرتين أو عبيسان شرح بين عيناشا تقالوا بواه روحا لربا هم أهل الكتاب حيث يا بخمونا لبحان ربعنا بسيو كأي بستان بحان ربعنا لبان كأي نواشن بستان بحان ربعنا إلا بحان بحان ربعنا موح باني ولو دي نفس لجرين بلشوي بكاكراء معنى عوامتا إطلاقاً على الحي حتى أما يهود معانا والنصارى معانا والجارلة كلمان كالقاتل للجري بحي الواتف باهل ووصوا دي اللي وجه كوري أن يستمر لغيرها وقوة إلى الدور دي لكن إنه كتاب إلى هذا إلى نحية الشرع دي سنة مهيسنة أحاديث النبي يا مهيسنة نحن كبير إذا رفوه هو داعي سواح ليام لما أنا أنت في النبي هذا الناس صلصنا بحي العالم الإسلامي هو من دستور كي يلمان في رجل بالنسبي وفرنسا إن بريطانيا أي بيتشيين إن هم أمنوا مسلمين ثم أيساس وعن مسلمان شرع دور ممكن لنا أن كبا قلنا نجين لغة لغة وعن الدين جدا عمو كانت وحاك لنا شرع إلى ذلك الله وعن ملامير قال لهم بشكل مسلمين على يدا وعن شرعين الدين جدا محكمة دين جدا ومنطق ما أفعل جعلها كبير حتى كل مرحلة الإسلام من الشيئين الوقت ليك سلة الأهل وزيرو يندمج وكل مدن يظن الجل هي كانت مجال معينة اسمنا وهي اسم ريح صاصنا طيب إلى هرمز الحسكة سبحانه وتعالى وقصنا وله من ليه وشيط وصلب أنبوها من ليه رب ذلك الحسكة سبحانه وتعالى طيب يا أليائي والذين هو عامل بالمعين إن تطيعوا هدار عبد إعلان وذي يشار فريقا كوح أولي الذين يكون كمل أمتون في أهل كان كتاب مسيح يردوكم ويد العلم يعني بعد إيمانكم إيمان اللي تجي كافرين حال جارتي إيمان اللي تعلم يقال لك إذنك علم يا ومعنى إلا وحكا وما وكان أنت عمرك شغير وكيف في ذلك تكفرون وكفر الإنسان وأنتم إليك أو تطلع العقلين يعلمكم بشي من آيات الله آيات الله لك ووكيكم دحدي من الرسول ورسول كيسي وشو إليك وحيستوحى محاك بين سواحا كما تقول عليه وكان ومن يعتصم روح الروح القصرة بالله إله الروح القصرة يتقده بالدية والحلوية إلى صراط تشد حجي سندها لن يستقيم الأوصل التي يروح المسكمة ثلاثة أخرى وعليك زودي سواحا يا أيها الذين آمنوا كوع لكم منه اتقوا الله ألك عصر اتقوا الله ألك عصر حتى تقاتل عسيري سبطا ولا تموتن هلق مننا إلا وأنتم إذنك أو مسلمون كوهو قاسلموا إذنك مسلمين أو يسيك رحبك مننا معنى الوحوة أيضا ألك عصر لعبا كيسي كيسي أسيد معنى الوحوة إنا بله وحي وكفرين قالت وهو كان من أكتس وإنت أبنى من سعيد رضي الله عنه وحكا أصعيني يعني عصير إلهي من المبنى وحوه وإنا الله أطبع ربه من عاصيني والله خصوص ما كان حسطه ولمرنا حلمانه إلا تكشف إلى الله سبحانه وتعالى أمه لأليسه ولمرنا كبفرين تاتا وحي تهي تقوى الله حق تقع عصير إلهي أدبت أوامتس صلص المعنى مركة تهي ولماذا السنة تقار كمنا وحي كتبين آيات دولة المسخين ووحى المسخين من آيات وغلزة فاتقوا الله مستبعتم إلا كنت ذا إلهي تعصر صادقات بلاد لكن وحى قفل عن إلا إلا فرق اتقوا الله حتى تقاتل أي وحى قفرتي أعطي سيد معناها اللي نكشيره فاتقوا الله مصدعته لأن المسلسة أعطي وحى يفكر من إلهي كران كما ذكر وحى إلا إنسان كان من إلهي أعطي لكن وحى لغضاء تغرصى على إلا وحى حكرين أيضا فاتقوا الله حتى تقاتل وحوي أو يدى بأي التغرصى على وحى إلهي كحكرين مطبعت الموحي إلى جسدة وحن كريك الموحى للمقلس ويسرت هؤلاء لكن عيب الله صدق معناه هو الشيء هو المعنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إنكم مسلمون وإيها دمانون ومعنى الجريد سهل هدان الجريد أمام سهل أمام مسلمين هم على دماغه صلى الله سيئة يولي يا مكة هدى منون إنكم مسلمين وحارة دورة إساء
إسلام لماذا يعني دائما أو حسبية كلها العقلات تخطان لوقت والبعض محايا يلي عادنا وحي تاني فوق الشيء وقبر صغم وقبتا صلاة فوق وحدو خير كقبر صغمتي فإنتي سبرا خير كتيرو استمر الخير كل أسرام من جريد المعرفة حدو الشرط إلا مريد سعود بدون هيا استمر الشرط كتير عمى إنت بمعول مارد الجريد ساسي معنا مركا ولي جميلة إسلام كأي خير كأنكود دلالة بحايا لديه يجوري مارد الجريد مركا إسلام دبع الله بيارها كنت مادو ساسي معنا يا أيها الذين قوا عملوا بليه وانتقوا الله الله كعصلا حتى تقاتل عسيري سمبع كعصلا ولا تموتن مهلك منها إلا وأنتم دينك ومسلمون فوقات ليعلموا دينك وإسلام الله سني بمريه سكرة قدر منه واعتصموك الصلاة بحبل الله حبل الله الصلاة جميعا دينك وإذن ولا تفرقوا بكلتين ولا تفرقوا هكلتين أو استلافين واذكروا بسا نعمة الله إله يحمل في بسا عليكم ديش النبي كل غير إذ وقتوا إلينا غير كنتم على هيدن أعداء كواء على السؤال كواء على السؤال على هيدن فألت الله صدرا بين قلوبكم قلبيا ما نحن به صدرا قلبيا ما نحن به صدرا فأصبحت مركزة حسن بالنعمة دي نعمة سببت الروح كل قتل إخوانا وراءه نعمتوا دين عيبا وراءهم قتل وكنت واحد وكنت واحد هذين بقر على شفا جبج على شفا كفرة قد قرأت ذوي ومن النار ناس كمدا قد ناس كمدا قرأت أسهر لنا فأنقذتكم واحد بداني من فأنقذتكم وإن كبداني عليه منها قد كمدا كبداني قد قرأت في أصابين الله من كبداني كذلك سلا صلى الله عليه وعبيره لقد بذلك آيات آيبين تساصل ببعض لعلكم وحد مدنك من تحت دون الله ونصابه سنراهم حرق إله الخصرة بذلك هو حرق إله للخصرة وشرعي إله سيدك سبحانه وتعالى قرآن